ده البريفيو بتاعنا اللي طلع. المفروض ان الحركة كده دي ده اللي اوت الرئيسي للحركة، ودي المفاتيح بتاعتنا. هنبتدي بقى ايه، نظبط التايمينج ونظبط البوزيشنز ونظبط الثبات، محتاجين ثبات في النص، محتاجين كذا حاجة يعني. طبعا لسه الرياكشنات احنا هنبتدي خلاص، دي الحركة بتاعتنا نبتدي نظبط فيها تاني. المفروض في هنا حركة. المشكلة دي حصلت ليه؟ ان هو الكاركتر بيطلع لفوق وينزل تاني لتحت. التي سي بي كسيستم انيميشن في الماكس بيشوف الثبات ما بين المفاتيح الان بتوين دوت، مش زي البيزير او الانيميشن العادي، لا هو بيشوفها كيرف. واللي ياكد لنا الموضوع ده لو دخلنا عند الكي انفو في التي سي بي هنلاقي في كيرف. الكيرف ده هو اللي بيخليه يتحرك لفوق وينزل لتحت، لان هو المفروض السنتر ثابت خالص وبعد كده بيبتدي ينزل لتحت. فهو شاف النزول دوت ان هو اثر في الثبات اللي هنا انه خلاه يطلع لفوق. يعني لو كنا طلعناه لفوق كان هينزل لتحت وبعد كده يطلع لفوق. فاحنا عشان نحل المشكله دي في كذا طريقه. اول طريقه ان انا بخلي ال 25 نسبه ال 25 دي اقل، او على حسب، ما لهاش قاعده يعني، هي الموضوع نسبي على حسب الثبات وعلى حسب الحركه اللي انا عايزها. وبيبقى الموضوع تستات، بعمل تستات يعني، بقى مثلا اخليها 10 وهمسك بقى ضلع ضلع. يعني مثلا السنتر مش هينفع في الحاله دي ان انا الوك السنترات، لان انا لما عملت لها لوك هو كده مش قادر يشوف كل واحد لوحده، وعايز كل واحد لوحده عشان يبتدي يطلع لي الليسته دي واعرف اتحكم فيها. الليسته دي برضو عشان نتعرف عليها يعني، الايز تو والايز فروم طبعا احنا كلنا عارفينها يعني، حتى في ال 2 دي بنعملها بطريقه الخرايط، ان احنا بنقعد نعمل الان بتوينر سبيسنج في النص، بغير ان الان بتوين ما يبقاش المسافات اللي ما بينه متساويه. فبقدر ممكن مثلا من الايز تو ان انا اقرب، لو شايفين التاثير بصوا الوضع الشكل بيتغير، كل ما بزود الان بتوين بيقرب للمفتاح بتاعي، او الايز فروم ان انا ببعد بقرب الان بتوين من الناحيه الثانيه من خروجه للمفتاح اللي بعده. ده برضو يعني نوع من انواع التايمينج او السبيسنج في البايبت، بس انا يعني ما بحبوش لان هو بيبقى ناشف، النتيجه بتاعته ما بتبقاش حلوه زي البونز ان انا العب فيها عن طريق الكيرف اديتور. الكونتينيتي دي من اكتر الحاجات اللي بتثبت الثبات، بتظبط الحركه في الثبات ما بين المفتاحين. فهنمسك السنتر ونخليه مثلا نجرب 10، نجرب نشوف الحركة لسه برضو، نخليها 5. نعم، ما هي المفروض ان انت بتعمل المفروض ان احنا بنعمل الكونتينيتي دي في المفتاحين، ما بنعملهاش في مفتاح واحد، بنعمل في الثبات، بنظبط الثبات ده في المفتاحين الاثنين لحد ما بقى شكلها احسن. ممكن نظبطها كمان، شكلها هيبان اكتر لما ندي للرجل، ان هي المفروض الرجل ما فيهاش اي حركه خالص. فنيجي كده على نيجي على الرجل ونديها زيرو تماما، ونيجي للمفتاح اللي بعده نديها زيرو. كده الحركه فيها الى حد ما حاجه بسيطه كده تحسسني بالحياه الشخصيه يعني، انه ما يبقاش فيكس كانه عروسه او خشبه، وفي نفس الوقت هيبتدي يتحرك. لو دوست الت كليك يمين تطلع لي الليسته ديت. الليسته دي مفيده في الانيميشن وفي الريج، ان هي بتديني الفيو
ممكن اجيبها من هنا من اللوكال او البيرنت، اظبط الحركه دي بشكل سريع بدل ما اجي لهنا. ممكن تبقى انت شغال مثلا على الفول فيو بورت، ممكن كنترول اكس، فبيلغي لي اي تور بار واي كوماند على اليمين، فبحتاج ان انا ابقى على طول مركز ان انا اشتغل على طول. فممكن ادوس كليك يمين واقول له لوكال، فيحرك لي الضلع اللي انا بحركه بشكل مظبوط او شكل زي ما انا عايز يعني. بعمل المفاتيح اللي في البينية الباسنج كي. انا عملت لها فري عشان اعرف احركها براحتي. انا هحتاج مفتاح تاني غير ده، يعتبر في نفس المكان، وهرحل كل المفاتيح دي بعديه، عشان مش منطقي ان هو يوصل بالمنظر ده. هو لازم يحط رجله على الارض الاول وبعد كده ينزل النزلة دي، ده كتمرينة يعني. فانا هسلك على الشخصية كلها واقول له اتحرك ال10 فريم دول، وهناخد من ده كوبي. الحمد لله. انا دلوقتي مركز قوي مع الجزء اللي تحت، وبرضو هنحتاج ان احنا نحط نفس المفتاح ده واحنا طالعين واحنا راجعين تاني في الريفرس. نحتاج نحط المفتاح ده تاني، ونزلنا محتاجين ثبات. ممكن 12 ثانية، 12 فريم، نص ثانية. هنحتاج نكوبي المفتاح ده او ممكن نعمله
محتاجين بس نظبط ال السيف. باك اب انتر مينيت خليها 20 دقيقة. دي بتخليني ان انا ما يسيفش كل 5 دقايق، الاوتوماتيك هو لوحده. محتاجين برضو نسيف الشغل بتاعنا، سيف از، نختار له مكان. حاول اظبط البوز على قد ما اقدر. نفس الموضوع هنعيده برضو في الان بتوين، نديله باسنج كي. خليها فري، ممكن كليك يمين ست فري كي. عندي نفس المشكلة هنا، المفاتيح الأولانية. نمسك السنتر، شيفت دراج، اللي انا اوريدي قعدت ظبطت الكونتينيتي وخليتها زيرو. نفس الحكاية بالنسبة للرجلين الاتنين، شيفت دراج. نبص على الحركة، المفتاح ده ناقص في السايكل التانية، محتاجين نحطه.
في فرق في التايمنج ما بين السايكل الأولانية والسايكل التانية. هو سعيد بالتمرين عموما. ابتدينا من فريم 12، ممكن بال على الكيبورد اللي هي العلامة علامة الاستفهام تخليني اعمل بلاي، وممكن ممكن باللي جنبيها يمين وشمال، السهم يمين وشمال او الكومة والدوت، تقدر تخليني اتنقل ما بين المفاتيح لو الكي مود توجل دي متأكتفة، ولو مش متأكتفة هتحرك ما بين الفريمات، اقدر اتحرك ما بين الفريمات يمين وشمال. الحركة دي خلصت من 12، ابتدت من 12 خلصت في 60، يعني حوالي 52. دي ابتدت في 12، 72، كده يعتبر نفس التايمينج بالنسبة للسايكل. احنا كده عندنا سايكل على مرحلتين، ده تكملة اللي اوت بتاع الفيديو الاولاني، هو اللي اوت بالنسبة لنا بيعتمد على بيتعمل على مرحلتين. المرحلة الاولانية ان انا بفرد المفاتيح اللي هي الرئيسية خالص اكنها ستوري بورد، ده انا بعتبره لي اوت رقم واحد. لي اوت رقم اتنين ان انا ببتدي احط الحاجات اللي في النص اللي بتديني الشكل ان دي حركة، يعني تحسسني فعلا ان دي حركة طبيعية. تمام، نبتدي نكمل نخش في المرحلة الثالثة.